يا جي، أعطيني شي للتحليل. طيب شو رأيك أعطيك شي من شعراتي يلي من ورا هون؟ يلا. هو انت اعطيني بيكون احسن. ما كنت بعرف انك خايف توجعني يا حلو. بيلتقى معك شي محرمه؟ معي. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. شايف؟ كنا نحن رحنا جبنا ايجي من البيت، ليش معذب حالك؟ قديش انتي مزوقة يا حلوة؟ بس أنا ما حدا أخذني من البيت. موضوعنا مو ايجي، موضوعنا جيفان. بعد العملية اللي سويناها امبارح انهزت كرامته على الآخر، رح يبلشوا الناس يحكوا عليه وأكيد هيك رح يخسر شغله مع الوقت. بهي اللحظة بالتحديد رح يبلش يغلط. مزبوط. بس نحن عم نراقبه، انت لا تقلق. لازم نرجع الطوق، والا الشيء اللي عملناه رح يكون عباره عن عمليه سرقه. بس انتو مالكن حراميه، انتو جواسيس، في شخص واحد حرامي بيناتكن. حضرتي، نحن مهمتنا هي نسلم الطوق لاصحابه، يعني لعائله كامريان، هذا هو المطلوب. اف تمام تمام، ما قلت شيء. وين علي؟ من امبارح بالليل عم يحرس الشجره اللي وقع عليها الطوق. يعني الطوق ما له مثيل ابدا، كيف طار ووقع فوق غصن شجره؟ عندي فضول اعرف. امبارح انا وانور هربنا، ولحتى ما يلقطونا كنا عم ننط من سطح لسطح مثل سلاحف النينجا. زحط من جوات فستاني، شو اعمل؟ يعني ما عرفتي توقعي غير بقنصليه تانجولا المعروفه، تهريب الالماس من الدرجه الاولى؟ وكانه حطينا الخروف جنب الديب. تمام، نحن رح نحلها. ملك، انت اعملي تحرير منيح عن قنصليه تانجولا، ماشي؟ شايف على فكرة مليح لهلا ماله مبين. مين؟ مين مليح؟ ما عنا هيك موظف بنوب.